بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم معانا في باقة افكار. النهارده هنتعلم ازاي ننتج تقاوي الكرنب. لو انا هنتج التقاوي بنفسي كمزارع في الارض، انا بمر في الحقل بتاعي واختار او انتخب كل رؤوس الكرنب الجيدة الممتازة، وابتدي احط جنبها علامة علشان لما اتخلص من راس الكرنب وابيعها يفضل عندي الساق اللي في الارض دي، هي اللي انا هعيد زراعتها واخد منها تقاوي. ويهمني جدا ان التقاوي بتاعتي تكون بتحمل نفس صفات الجودة للكرنب اللي انا اخدت منه، عشان كده بنتخب الرؤوس. الساق دي انا بعيد زراعتها تاني في الارض على مسافة 50 لـ60 سنتي. بتبتدي البراعم الابطية اللي في ابط الورقة دي تبتدي تنبت وتنمو وتديني افرع جديدة تتجه الى الازهار وتكون القرون اللي بتحمل الثمار. هنشوف ده بيحصل ازاي مع بعض. ده سيقان الكرنب بعد ما اتزرعت في الارض وابتدت البراعم الجانبية تنمو علشان تديني افرع خضرية جديدة بتحمل شماريخ زهرية تقعد وتديني ثمار الكرنب اللي هي عبارة عن قرون، في كل قرن حوالي 10 إلى 12 بذرة. بتركها تنمو لغاية اكتمال النضج، ولما بعد كده ببتدي احصدها من الارض وبعدين اسيبها في مكان لغاية ما يكتمل جفافها وادقها واستخرج منها البذور.